أتكم مشاهدي قناة الساحل في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة، حلقة نقاش. أبلغ الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية رئيس لجنة متابعة الحوار مولاي والمحمد الأغلف أبلغ الأحزاب والمبادرات المشاركة في الحوار السياسي الأخير بأن اللجنة أخذت علما بتفويض هذه الأحزاب والمبادرات لرئيس الجمهورية السيد محمد والعبد العزيز، بتفويضه اختيار الطريقة التي يراها مناسبة لتعديل الدستور. إلى ذلك عبر حزب التحالف الشعبي التقدمي والوئام عبر عن استيائهما من إعلان الوزير الأول يحيى الحدمين ليلة الثلاثاء أمام برلماني الحزب الحاكم حسم موضوع التعديل الدستوري المرتقب من خلال تمرير التعديلات الدستورية عبر مؤتمر برلماني، حيث اعتبر الحزبان أي أن أي تعديل من هذا النوع يعتبر لاغيا وأحاديا ولا شرعيا ومتناقضا أيضا، ويشكل تناقضا أيضا صريحا مع مقتضيات الوثيقة الختامية للحوار الوطني الشامل المنقضي قبل أشهر. معي لي في هذه الحلقة من حلقة نقاش السيد شيخنا والحجب عضو لجنة متابعة مخرجات الحوار الوطني الشامل. أهلا بك أستاذ شيخنا. بداية ضعنا في صورة ما الذي جرى في الاجتماع الأخير، هل صحيح أن هناك من يتعصب لتمرير التعديلات عبر مؤتمر برلماني ومن يريدها عبر استفتاء شعبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. أولا بالنسبة لي ما نقدنا الصفة اللي تكلمتوا لي بها كيف كعضو، ما نقدر نتكلم بها بالصفة بي في الحقيقة أهم الشهادة ونسق أما لجنة الإعلام هي اللي تنسقها وتنتدب حد عند ائتلاف يتكلم باسمه في الموضوع. طبعا قد نعطي ذاك اللي على الصورة منه ما يتعلق بوصف رئيس حزب الكرامة وبوصف شركة الحوار الوطني الشامل وبوصفهم اللي طبعا عضو مطلع لما يجري إلى حد ما في الاجتماعات اللي خلقت. انطلاقا من هاي الصفة قد نعطي بعض المعلومات، ولكن ما نتكلم بوصفي لا تعبرون عن الائتلاف الأغلبية. لا تعبرون عن موقف الائتلاف الأغلبية. لا نعبر عن موقف الائتلاف الأغلبية بصي عضو في اللجنة، هاي الصفة ما نبقى نتكلم عنها. ما يتعلق بما جرى، احنا كما تعرفوا ان عندنا اجتماع أولي ناقشنا فيه قضية، طبعا أنا كعضو ناقشنا فيه كشركاء سياسيين ناقشنا فيه قضية المخرجات الحوار خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الدستورية اللي تم إقرارها واتفقنا عليها للوعد عد الشهر وحلناها الحكومة وذيك التعديلات كاملة الدستورية، والحكومة طبعا أصلا مشيتها لنا، وبالتالي أقرينا فيها ذاك اللي خلق عليه الإجماع ورجعت الحكومة، وبالتالي عدنا اجتماع مع الوزير المعني وبالتالي جاب لنا مقترح فعلا به حسب دراسة الحكومة الوضع اللي فيه البلد والأمور العامة وتكاليف وقضايا الانتخابات والأمور كاملة، جاب لنا فعلا مقترح متعلق بأن كاقتراح بأن الحكومة ترى لنا هاي الإصلاحات يلا تمر عبر مؤتمر برلمان. طبعا احنا ما ننساو انك ساعه اتفقنا عندنا قايس الاستفتاء وقاعد اتكلم عنه رئيس الجمهوريه، ولكن بعد تقييم الوضعيه بشكل عام كانت الحكومه ترى بانه يلا يخليه عبر الغرف، وطرحنا المقترح وناقشنا وقاعد قلتوا ليله ماضيه هون في قناتكم المقره ناقشنا، وكان الاتجاه العام لا مع هذا الاقتراح. مؤتمر البرلمان تمرير التعديلات الدستورية عبر مؤتمر عبر مؤتمر البرلمان اللي تعود فيه بعض الأطراف من المعارضة مغاضبة منها، ما نقول غضبت، يعني الاتجاه العام كان مغاضبة على الأقل. ما اشتانا بعد فقايعهم ولا شفت شيء في كل اللي كانوا حاضرين، طبعا يمثلوا شيء خارج ياك ما نعرف له شيء غير بعد اللي كانوا حاضرين معنا احنا وناقشوا معنا قطعا، ما كان العو كان جو تضامني، كان جو مريح ناقشنا فيه بصراحة وكلها طرح رأيي. بعض منهم تحفظ أنه عنده مرجعيات يختير يرجع الهياك مثل من وماذا استشارها، ما إليه نعطي تفصيل عن فلان كي قلت لك الصيف. طيب مثل ماذا
قلت لك طرحوا واحدين منهم انهم يختاروا يرجعوا لمرجعياتهم السياسيه اياك يطلعوهم على المقترح الحكومه وشوهم رايهم النهائي في قضيه المؤتمر البرلمان. ومشينا على موعد لين الجابر، وطبعا الجابر نعاقب ذاك يامس، ونجانا الوزير عدنا اجتماع راينا علينا يلا نتابعوا هما الاجتماعات اللي تنضج الامور اللي احنا نشاركوها، وعندنا اجتماع الصبح حول هذا الموضوع ان شاء الله. يعني نحن الان ان صح فهمي للصوره امام موقفين اثنين، احدهما يطالب باستفتاء شعبي وما يترتب على الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستوريه من امور فنيه ولجستيه ورقابيه وغيرها، واحدهما تمرير التعديلات الدستوريه عبر مؤتمر برلماني. إذا كان كل من الطرفين متمسك بموقفه فكيف ستحسمون الأمر؟ هل تلجؤون إلى التصويت في اللجنة أم ماذا؟ يعني على كل حال بالنسبة لي ما تعتقد نحكم عليه، لأنه مازلنا في مسار نقاش ومسار تفاوض في القضايا اللي وكلها عنده تقدير ولاك، وهذه تقديرات كلها مازال يختار ينضجها شوي، كل يرجع القوم ويناقش معاه ويشوف، وبالتالي ما نقدر نحكم على ان فتنا وصلنا للي طرحت انت. العكس صار لنا الصبح خطوه تعود لها مهمه، ولا نقدر نستمر. ماذا تنتظرون غدا؟ ننتظر لا على الاطراف لا الجابر وكلفات قسل اللي يلا يقسل، والله قسلوا قد عود قسلوا بشكل نهائي وقد عود قسلوا مرحله ومستوى معين. وذيك الكساله دور نشوفها الصبح ما نقدر نحكم عليها في الحقيقه، يا غير بعد انا ما نتوقع ان اللي قلت انت تارك اني نتوقع في المسار المستقبلي انه يعود فيهم خلافات وعد كذا. في الحقيقه الخلافات بالنسبه لي بذي الصوره اللي هي اللي تقد نرجعوا فيها للتصويت والله شيء من النوع ما نتوقعها بهاش. في الحقيقه احنا جايين من مسار حوار له فتره احنا ماشيين فيه، وتوجناه بهذا اللي خلق ذاك النهار بالمخرجات اللي هي مطروحه قدامي، الناس توقفت عليها كامله. وبالتالي رئيس الجمهوريه السيد محمد عبد العزيز ارصد دعائم الحقيقه الثقه بين الفرقاء السياسيين لفتره طويله، وتوجت بالحوار. والخطاب الوزير الاول يحيى الحدامين معالي الوزير الاول يحيى الحدامين مؤلف خطابه الافتتاحي والاختتامي للحوار في الحقيقه كان مطمئن، والاطراف مشات مطمئنه على انه في مسار تفاوض تحكم روح الوطنيه وتحكم التفاهم والتضامن. وهذا مولي في الحقيقه جسد الوزير المعني اللي هو الوزير الامين العام لرئاسه الجمهوريه يشسته بشكل موضوعي بشكل متوازن. لكن استاذ الشيخ لو عدنا لاخر تصريحات الوزير الامين العام لرئاسه الجمهوريه المكلف بملف الحوار ان صح التعبير، تصريحات الوزير الاول وبيانات هذه الاحزاب تحالف الشعب التقدمي والوئام، يعني هذان يكاد البعض يقول بانهم اهم حزبين شاركا تقريبا في هذا الحوار، لديهم قواعد شعبيه ولديهم حضور على الاقل. يعني هناك ايضا هذه تصريحات تظهر نوعا من تباين الرؤى حول 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 التعديلات الدستوريه، وهي اهم مخرج من مخرجات الحوار. هل سيكون تعديلها عن طريق استفتاء شعبي يصوت عليه الشعب الموريتاني؟ هل سيكون تعديلها عن طريق برلمان هناك من ينتقده وينتقد غرفته؟ شو القضيه مطروحه بحسب تقدير كل طرف للقضيه. الحقيقة احنا متفقين على ان قايسين مخرجات حوار وان يلا نطبقوها كامل، وقايسين آلية تطبيقها تعود فيها بعض التباينات. احنا في اطار الائتلاف وبعض من اطراف المعارضه اللي كانوا في اجتماعات معنا نهارهم هذا يرشحوا هذا الاختيار اللي هو اختيار الحقيقه عرضها للغرف الغرف للبرلمان. لماذا؟ لانهم في الحقيقه وارد ومنطقي. لماذا؟ لان الناس كامله متفقه على ان قايسين مسار انتخابي موسع مطول. لكن لا ترى معي ان اي مسار انتخابي مطول، يعني عفوا على المقاطعه، يفوض
يفوض لرئيس الجمهورية حق التعديل على الدستورية. رئيس الجمهورية في آخر خرج له قال بأنه لا يستحي من تعديل الدستور لصالحه، لكنه يعطي الثاني حول فرصة للشعب الموريتاني. ليس بالأحرى أنا ما سمعت شيء من النوع ما يتعلق بالتعديلات اللي خلقت. التعديلات اللي خلقت تعديلات عدلتها لجنة أنا كنت عضو فيها، وكنا نناقشوها حرفا بحرف وجملة بجملة. معناها أن احنا هم اللي معدلينا، احنا هم اللي وافقنا عليها ورديناها للحكومة. إذا ما معدلها حد آخر غير هذه اللجنة، اللي اللجنة متساوية الأطراف، اللي لجنة متابعة مخرجات الحوار، وهي اللي لا يتخرج كل بنود هذه الحوار في المستقبل على شكل وفاق. كل القضايا المطروحة فيه بشكل عام ستتم تكسالتها إن شاء الله وتخرج، وهو اللي عاد يصلح هذه الدستورية. بالنسبة لي أنا قدامنا سنوات سنتين من الانتخابات، وهذا هو اللي تبرر به الناس انه الحقيقه ستكون مكلفه. انت عندك مثلا لا يتعدل الاستفتاء قاع، مثلا لا يعاقب ولا يتعدل مجالس جهويه، لا يتعقد عبداك نيابيات وبلديات، عقبك لا يتعدل رئاسيات ديميل ديزنيف. ها في الحقيقه انتم ترون الوقت ضيق على استفتاء شعب. هو ما هو قاع من ناحيه ضيق، من ناحيه هو ضيق على كل حال بهاش بي حتى مراجعه وضعيه هي اللجنه المستقله للانتخابات اللي هي استغرق محدات وهذه الشر. معناها وهما الاطراف اللي مشاركه في الحوار كانت الدور انتخابات مبكره. حد دور انتخابات مبكره في الحقيقه، وهذا نقولوا بوصفي كرئيس حزب الكرامه كعضو مشارك في الحوار. حد دور انتخابات مبكره ما قد يعود في الحقيقه. مثلا الوقت بالنسبه لي اضغى امتم ضغط له هو بالطلبيه اللي عنده من 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 غيره من الاطراف الاخرى اللي مشاركه. وبالتالي ما دام ما صار في هذه المراحل كل الانتخابيه سيكون مكلفا، سيستغرق وقتا، سيكون تكلفته بالنسبه للشعب الموريتاني حتى تعبئته وجر الشعب الموريتاني هذا الكم الهائل من الانتخابات هذا الحقيقه مرهق ومتعب. بغض النظر عن تكاليفه الاقتصاديه، بغض النظر عن بعده لشل حركه التنميه والمسار التنموي للبلد، الحكومه طبعا من جهتها ويا قال الوزير المعني ان هي رصدت لذلك المال الكافي. يعني ليست مشكلة سيولة. وبالتالي هما 5 مليارات ارتصت هذا. وبالتالي القضية قضية فقط هل هذا يناسب عنده الوقت، هل هو ما أخير عودوا مقتصدين وعودوا مرشدين، ما خير ذا الشعب اللي احنا كاملين نراعوا مصالحه ونراعوا ظروفه في الحقيقه. يا الله لا نعودوا مرنين ونعودوا في الحقيقه قادين نصفوا مصيفين في ذا النوع من الامور. لكن بالعوده دائما استاذ شيخنا عضو لجنه متابعه مخرج هذا الحوار، بالعوده دائما للاراء المتباينه والمواقف المتباينه، نبقى دائما في نفس الدائرة أن هذه التعديلات الدستورية وأن مخرجات الحوار وأهم مخرج هو التعديلات الدستورية ربما غير قابلة للتنفيذ، لم يتفق على آلية لتنفيذها. احنا ما قد نستبقوا، ما قد تعود مدة مجتمع أول نامسين ومجتمع أيام ولا تجتمع مازال ومتابع نقاش حول الآلية الكيف هذا المستوى من التنافر في الموضوع. هذا ما قد نستبقوه ونقولوا على ان احنا اذا توقفوا نفشلنا وان كذا، هذا ما قد نقولوا. احنا ما قد نستبقوا لهذا، احنا ما زلنا في مسار ماشيين فيه نضجوا ذي الامور اللي احنا وهذا طبيعه في الحوار، طبيعه في الحوار، هذه قضيه اخذ ورد، هي كلها عند اجتهادات، ولكن كلها يحاول يقنع زميله بذاك اللي ظاهر اللي منه هو الاسلم والاصلح. وبالتالي ما تقد حد يحكم علينا وصلنا لمسار مسدود، ما يظهر لي. كان حزب معين والله فلان والله فلان اصدر بيانه، هذا الشيء اللي يعنيهم هم، ولكن في النهايه احنا بعد المجموعه اللي مشاركه معانا في الحوار ما شفنا منه شيء يكون شيء الحقيقه مضبوط. مشات مولي عنا بروح وطنيه وبروحنا لا ليتشاور مع قومها، واحنا مولي عاطينها، احنا ما لنا عجاله، عاطينها الوقت ان تقسر ذا كامل لا يتقسر مع قومها، ونمشوا دائما على موعد الحقيقه. كيف قراتم بيانات حزب التحالف التقدمي والوئام مثلا في هذا الوقت بالتحديد؟ اشوف حزب الوئام وانا ما طلعت عليها الحقيقه، يعني هناك بيانات ما قرات ورد في بيان الحزب كثر في الاونه الاخيره على نحو صاروخ
ترديد شائعات استأثرت بالرأي العام واستبدت بأروقة الجمعية الوطنية حتى كانت محل الخوض في قبة البرلمان تمهيدا للنكوص عن القرار الذي مكن وحده في الحقيقة باستفادة الديمقراطية في ظل السكينة والاستقرار من النجاح في تجاوز الخلافات التي ظهرت بجلاء بخصوص بعض مقترحات تعديل الدستوري. إن خيارا من هذا القبيل يبقى رهن نتائج الاقتراع المباشر للشعب عبر التنظيم موقف صريح عبر التنظيم استفتاء يكون له القوة والفضل في إيجاد التوافق بين الفرقاء، بينما يبدو أن هذا المخرج الجيد يتهدد إقرار خفي لا شرعي ولا دستوري بشأن التعديلات المذكورة من طرف البرلمان. يعني الحزب مغاضب. بالنسبة للتحالف الشعب التقدم، تعالف الشعب التقدم، يعني شو بالنسبة للاقتراح اللي تقدم به الوزير المعني بن نقيسو الغرف هو اللي جاي من شر الحكومه، هذا دستوري دستوري من حيث الدستوريه، من ناحيه ما عنده اي مشكله من ناحيه الدستوريه، ممكن من ناحيه الدستوريه القضيه ما يطرح ذاك قضيه الليلة عادل بعد يختار السياسي غير والله يقر بعد من ناحيه الدستوريه، من ناحيه الاستفتاء حق احنا الاستفتاء تكلمنا عنه كاملين قلنا انه قايسين يقر احنا نقدر نقول انه قايسين روايق ان نشوف شيء احسن منه دستوريا ملائم. الحقيقه ناحيه اخرى انا نلاحظ شوي نوع من التناقض شوي، احنا الاخ مسعود وانا احترمه الحزب ابي في بعض من تصريحاتهم في الحقيقه ما عندهم ثقه في اللجنه الوطنيه المستقله للانتخابات. هل تثقون انتم أي استفتاء احنا ذاك اللي موقفنا منها قلناها في الانتخابات ديك الساعه جميل، وقلنا فيها لان ما مدنفينهم يقين نعتبرهم تجربتهم ما زالت بادئه وانهم يحتاجون مازال الوقت باش تنضج التجربه، وان الانتخابات كانت بحجم كبير وكانت امورها هم لا يثقون بها، هم لا يثقون بها وعبروا عن ذاك مرات، وبالتالي كانوا الاستفتاء بالنسبه لهم ما يختيرون ما بل رافضين تعود منظمه اللجنه الحاليه بصورتها الحاليه، وبالتالي كانوا طالبوا مراجعه اي لجنه في اطار واللي احنا طالبنا كامل مراجعته هي هون مخرجات الحوار اللي عليه اتفاق انها تراجع. حد يعود يدور اللجنه الوطنيه مستقبل الانتخابات ما تشري الاستفتاء ويدور يعود الاستفتاء وهو في الوقت اللي عنده في الحقيقه الغرف برلمانيه ما زالت صلاحيتها قائمه تقدر تعفيه من عذاب، هذا في الحقيقه لا فيه شوي من اللي قد يكلم فيه شوي، بالتالي ما نعرف يكون الى عاد تحالف الشعب التقدمي ما هو عجلان على كيف الناس الاخرى اللي طالبت انتخابات مبكره الى عداك، معناه انه هم يعطي فتره طويله اياك تغير اللجنه الوطنيه المستقله للانتخابات، حدنا عقب ذاك نقيس الاستفتاء معناه انه بعد 2017 هذا الحقيقه لا يعود يقبل الوقت طويل. هذا جانب، هذا مثلا جانب، هذا جانب من 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 بعض بيانات الاحزاب المنتقده ربما لهذا. اي العفو شوي ذكرك ان اللجنه في اجتماعها اجتماعها الاول اللي قررت فيها الاصلاحات الدستوريه مشينا باجماع ان موافقين على بقاء اللجنه الوطنيه المستقله في صورتها الحاليه حتى يتخطى الاستفتاء، لان ذيك الساعه كنا مطروح عن الاستفتاء. جميل. التجاوز بما فيها الابيباب وما فيها الوئام، التجاوز الى نقص تدوينه للاستاذ يدوم العبد الرجيد الامين العام لحزب الوئام المشارك في الحوار السياسي الاخير. يقول بأن عزم الحكومة تراجع عن تمرير تعديلات دستورية عن طريق استفتاء شعبي واستبدال ذلك بمؤتمر برلماني. قال العبد الجيد في تدوين على صفحة الشخصية إن المحاورون قرروا رغم التجاوزات التي حصلت في أداء التقرير النهائي، قال بأن هناك تجاوزات في تقرير نهائي، هذا تقرير نهائي. تقرير نهائي هاي اللي بين يدينا. هذا اللي بين يدينا. أن تتم التعديلات الدستورية عبر استفتاء شعبي، آخذين بالاعتبار أن هناك لجنة مستقلة ستشرف عليه، اللي هي المستقلة للانتخابات، بما في ذلك من إجراءات فنية وأساسية ضروري قبل وبعد كل استحقاق. وأضاف سرعان ما رجعت الحكومة حتى تقول لكل مواطن أنها لن تكون جادة في أي التزام قطعته، لا سيما إذا كان عن طريق التشكيلات السياسية للبلد. وأشار إلى أن من نقاط الضعف المسجلة في حوار 2011 تأصيل هون هو عدم تفعيل لجنة متابعة مخرجات الحوار المعروفة باختصار بلجنة الشراكة.
كيف تردون على هذه النقاط؟ بالنسبه للتدوينات انا ما عندي عليها. لا لا، هذا كلام الرجل على صفحته الشخصيه، ولكن من يمثله؟ اسمح لي شوي، انا ما ارد على التدوينات، لكن هذا يمثله، ما يعنيني في ساقول بانه ليس تدوين. ساحترم له ما رايه في تدويناته، وعندما اتي لفيسبوك والله شيء ممكن ان ارد عليها من خلال ذيك التدوينات، ولكن هون ما نعلق على التدوينات ولا نعلق على الرجل نعلق على الامور اللي عندها طابع رسمي. الرجل اضاف بانه معناها انها حملت حزب سياسي، حملت مسؤوليه ما لم يطبق مخرجات الحوار. الناحيه الثانيه فقط اقول اقول فقط في النقطه ما يتعلق بان توقيعات بويجلديه هم كامل على جميع هاي الصفحات اللي قدامي، وهو اذا في حزب، هو شخصيه بارزه من حزب الوئام، وما الضير في ذلك اللي هو واللي جيد. معناها انه معناها على انه هذه التدوينات، وانا قلت اني ماني معلق عليها غير بعد معلق على نقول احنا الى عاده اللي سمعت ورد عرك في التدوينات، لا نقول الان بيجل بعد توقيع اذا هو قدامنا هون على كل هاي المخرجات اللي هي. هذا 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 امين عام حزب الوئام وراجل التدوينات، وما نعلق عليها ما تعنيني، علق لا على البيان صدره حزبه. طيب رسمي. والله تصريح طيب رسمي ومؤذون من طرف الحزب ولو من طرفه هو، والله جميل جدا في اطار مؤتمر. استاذ شيخنا الان نحن امام، هل نحن امام معضل فيما يتعلق بمخرجات الحوار؟ الاستفتاء على الدستور هو اهم مخرجات الحوار، وشرط النهايات تصحيح البدايات. عندما تكون، يقول لك البعض، عندما تكون البداية باستفتاء شعبي سيكون ما بعدها له ما له من الإصلاح، يحظى بما له من الإصلاح، وعندما تبدأ الخلافات هكذا سنرجع للمربع القديم والدائرة القديمة في انطلاق الحوار أصلا، ومن ثم ربما الوفاق على آليات تطبيق مخرجاته تنفيذها. شو بالنسبة لي أنا بعد شخصيا العقلاء، انا كنت شاك انه ومتوقع حتى بالناس عاقله كامله في اللي واحد في الحوار انها عاقله وناضشه، وبنها اشتركت في عمل وهذا العمل ماشي فيه، ولا نتوقع انا ابدا يفشل هذا مخرجات هذا الحوار. والله هذا فشل، ما ها بالنسبه لي، ها بالنسبه لي ما هو فشل، ها بالنسبه لي تباين في الاراء. الصبح قاعد الناس كامله ترجع وتتفق على اي شيء اسوه شنو، بالتالي العكس ما نتوقع ابدا يفشل هذا الحوار اللي خلقوه النهارات. والله ما تتوصل نتائج الناس النتائجه، ما نتوقع، مستبعد انا عندي تماما لكثير من الاعتبارات، بين الناس اللي دخلته كان دخلته بروح جديه وبروح وطنيه، وصارت فيه وتعبت فيه ومشت فيه، واللي نفهم منها ذلك منها مستعده لان تتابع وتمشي فيه، ولا هي مستعده امال لاي حد ايا كان يخسر، والله ايا كان يلتف عليه هو اللي فاهم من خلاله، وبالتالي تصريح فلان والله فلان والله موقف والله تباين في الاراء، هذا مع الاجتماعات ومع النقاشات ومع الحوار يتبدد وينتهي، وبالتالي ما نتوقع غير انه يمشي يكون اللهم الى عاد فهم اراده سيئه تختار تعبث بهذا ولا تختاري، وقال بعد انا ماني اللي حاصل عندي ماني حاسس به. على كل حال راعي تشويش على الاطراف اللي شاركت النهارات في الحوار، نحس بتشويشهم من طرف المعارضه اللي مقاطعه واللي ما شاركت في الحوار. على ذكر المعارضه المقاطعه، نحس تشويش لها، تشويش منها شوشت على مخرجات الحوار، نحس تشويش منها على اللي احنا مادين لهذيك، على اللي واحد احنا قاعدين انتم مادين لهذ الناس كامله، لا المعارضه مبدا المعارضه، لا اسمح لي ايا كان احنا في ائتلاف الاغلبيه ابتداء من رئيس الجمهوريه ومرورا الى اخر حد فينا، اللي انتم لا مادين ليت، لان مهم عندنا موريتانيا استقرارها وامنها وتنميتها، ومهم عندنا الشعب الموريتاني يتم بخير ويتم بعافيه، وبالتالي لا يتم اذن لا ممدوده لجميع الفرقاء السياسيين، ولا يتم لا نطلبهم لان لا نفتنوا منهم، من نطلبهم بانهم ينضجوا والله يراجعوا مواقفهم ويشاركوا معنا في بناء الوطن. شكرا لكم شيخنا الحجبو، عضو لجنه متابعه مخرجات الحوار الوطني الشامل، كنتم ضيفنا في هذه الحلقه من حلقه نقاش. شكرا جزيلا لكم ايضا مشاهدي قناه الصحراء في كل مكان على حسن المتابعة، وإلى أن تجمعنا حلقة جديدة بحول الله، تقبلوا تحياتنا، في أمان الله.